هناك علاقات قوية تاريخية متينة سياسية ما بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. هذه العلاقات سمحت لمجموعة من الكفاءات المغربية أنها تحظى بالثقة وتكون على رأس قطاعات أساسية إنتاجية خدماتية صناعية في دولة الإمارات. وبالتالي تفكيرنا في الوزارة هو أن هذه الكفاءات أن الأوان أنها تدخل وتنخرط في المشروع التنموي الكبير اللي تيقود صاحب جلب الإصرار والتحدي. إذا هذا الملتقى غيكون تفاعلي، من بعد الافتتاح غتكون مجموعة مورشات، وهذه الورشات غتنشط من طرف مجموعة مسؤولين ديال القطاعات الأساسية في المغرب، وبالتالي غيسمح لكفاءتنا في الإمارات أنها تكتشف التطور اللي كيعيشو المغرب، تكتشف كذلك كل الخلفيات القانونية غتسمح لها باش غدا إلا بغات دير استثمار، تكتشف كذلك بأنه كاينة قطاعات واعدة وإمكانية المواكبة إلا غدا عندها رغبة أنها تكون حاضرة في هذا المشروع الكبير اللي تيقودو صاحب الجلالة. حنا هذا اللقاء درناه في إطار الجهة 13. ما هي الجهة 13؟ عندها ثلاثة المرتكزات أساسية. المرتكز الأول هي أنها إلى غدا كاينة رغبة للاستثمار من طرف مغربة العالم، غدا غادي يكون عندهم كل المعطيات الكافية باش ينخرطوا في أي استثمار ولكن مسلحين بالمعرفة الكافية. جوج، إلى عندهم رغبة غدا يكونوا يساهموا في نقل التكنولوجيا، غيكون هذا اللقاء التفاعلي غيساعدهم باش يعرفوا المغرب ان التكنولوجيا اللي هو في حاجه اليها واللي غيكون هما قيمه مضافه في هذا النقل التكنولوجيا. ثلاثه، الى عندهم رغبه غدا يساهموا في ترويج مجموعه من المنتوجات المغربيه على مستوى الاسواق العالميه باش يكون عندها حضور تنافسي. فاذا هذا اللقاء هو انطلاق لهذا المشروع الكبير اللي كياكد من جديد وهذا التفاعل اللي كتلاحظوا وهذا التجاوب اللي جاوا الناس من الامارات تاكد كذلك بانه مغربه العالم عندهم ارتباط قوي واستثنائي بالوطن الام ديالهم اللي هو المغرب.